السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة شير الصفحة على بلاغات، بنجهز في الصفحة دي لأنه دي وصلت اللحمر، الخط اللحمر، عشان كده انشروها في الواتس في كل مكان، في الجروبات، في الماسنجر، في كل مكان، خلي الناس تتابع، لأنه في 20 صفحة انتحال شخصية، كلهم ماخدين الشخصية، كل دول عامل صفحة باسمي. أول حاجة نبدأ لكم بالإشاعات عشان الناس يا جماعة ما تتساءل، أنتوا بقيتوا واعيين وعارفين. القحاطة من الصباح قايمين ولا قاعدين، في شنو؟ الجد أول شيء الليلة الصباح جلدوهم، استلموا منهم 10 عربات، عشرات الدنيا زايلة، الباقيين كلهم صيجوا، كلهم قاموا جاريين، ما فضل فيهم زول. المناطق اللي كانوا مسيطرين عليها ذاتها مشوا منها، يعني المناطق اللي كانت تحت سيطرته ما في. الناس دي اللي دقوا دق ما طبيعي، طيران مشوا مشق ما طبيعي، ما بقت لهم الا بدو شغالين اشاعات اشاعات اشاعات. والحمد لله المشتركة نزلت تنوير الان، وردكم الحاصل، حنان ابن خربيهين، والطيران يضرب يضرب، والطيران يضرب يضرب. وين انتو مواهيم؟ انتو مواهيم، طيران شغال فيكم، انتو ده طيراننا حقنا نحن، ما حقكم. يضرب وين؟ انتو بتحلموا. الناس ديل ما عندهم حاجة الا الإشاعة، الناس ديل اتهزموا شر هزيمة، اتدمروا تدمير تام، ما فضل لهم الا الميديا. شغلهم تيك توك، شغلهم فيس، شغلهم اشاعه، شغلهم رمتله، ما عندهم حاجه. كلام ما في، فاشر بألف ومليون خير، فاشر عصيه، الفاشر مصندله، الان الفاشر اتحررت. اتحررت تماما 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 تماما، اقل جنجويد على بعد 30-40 كيلو من الفاجر، وفي 65 كيلو ما عندهم حاجة عشان يجوا في الميديا. الميديا دي دارين يحققوا لهم انتصار وهمي في الميديا، في الميدان يدقوا، وشفنا بعيننا بيان بالعمل. لون 3 يوم مجغومين، لون 3 يوم دنيا زايلة بالآلاف، فقدوا خيرة غاداتهم، الرمم الخنايد ما خلوا حاجة، كملنا الغيارات كله كبلوا، جابوا الليلة حريكة، يا دوب حريكة جا، وإن شاء الله يكون جيت ليومك حريكة، جيت ليومك حريكة. لكن تاني قصة جنجويد هجموا فاشر، جنجويد ما الكلام ده ولا تشيل المادة دي، ما تشيلها المادة دي، تناجح فيها لو قريت ولا ما قريت، انت ناجح فيها. مادة الفاشر، مادة المشتركة، مادة الفرقة السات، انت نجحت فيها، وتاني ما تذاكرها. يعني ما تجيني بكرة تقول لي في هجوم على الفاشر، لو جو بعد سنة على الفاشر ما بخشوها، لو بعد مليون سنة على الفاشر ما بخشوها، لو جابوا جيوش الدنيا كلها ما بخشوا المادة دي، انا اديتك فيها ايه وتاني ما تراجعها. تمام؟ ما تجيني يقول لي قالوا طيارة، قالوا طيارة، ما في طيارة ولا طيارة، طير يا طيارة، طيار بدقكم انتو، حقنا نحن بدقكم انتو. ما تقعدوا تطلعوا الإشاعات وتطلعوا الطلس وتقعدوا تكذبوا وتلفوا وتدوروا. الناس ديل بيقوا ما فقدوا البوصلة، ما عارفين يقولوا شنو، ما عارفين يتكلموا وين، وما عارفين يعملوا شنو. الناس ديل احتاروا. جروباتهم نزلنا لك بيتكلموا الفاشر دي فيها شنو، الفاشر دي تاني ما بنمشي. وقال زولهم بلسان، ونزلنا لك فيديو مباشر يا جماعة الشير، لأنه الصفحة يا جماعة الشير، نزلنا لك زولهم ذات، وقال عندنا ناس صيجت، ما كلامنا نحن، ده كلامه هو المعفن المقمر، جبنا لك في الفيديو ذاته الوسخان أبكدوبة، جبنا لك في الفيديو. قال لك شنو؟ قال لك عندنا ناس صيجت، ناس نصيجت، ناس نيالة، ناس وين تعالوا وين يجوك، يجوك وين؟ الناس دي عارفة مصيرها في الفاشل شنو؟ عارفة مصيرها.
كلام ده ما كلامي انا، ده كلام فيديوهات ذاتها بنجيبها لك. نحن ما بنقول اللي شاع، نحن بنجيب لك بيان في الحمد، بنجيب لك الفيديو حقهم، بنقطعه بنعلق عليه بنحطه ليك. انت شفت الكلام ده؟ شفته. قال شنو؟ قال لهم في ناس صيد، ناس منو؟ حسبوا لهم ناس كده وناس كده، تعالوا راجعين. ونحن عنده ناس صيدوا؟ ايوه عنده ناس صيدوا. طيب تاني في شنو؟ ما في حاجه. مادة الفاشل ايه؟ نجاح تام. تاني ما تذاكر، انا اديتك ما تذاكر ولا تدور عن خبر للفاشل، موضوع بتاع انتهى. نمشي للجغمات الكبار، احتمال الناس ما عارفيننا، احتمال الناس ما سمعوا بها، لكن انا بقولها ليك. الجيش طبعا، الجيش يا جماعه مدرسة غايمة بذاتها، فريدة يعني في افريقيا دي وفي الوطن العربي، ما في كل الناس دي بتيجي تتعلم في الكلية الحربية السودانية. خلونا من اللف والدوران، وخلونا من الكذب والطلس، دي الحقيقة، دي حقيقة مكتوبة وبشواهدها وبأدلتها. معظم الغادة العرب ولا فارقة دول اتخرجوا من الكلية الحربية السودانية. معناتها مدرسة متفردة في كل شيء. سربوا لهم خبر كده انه الجيش ده متقدم من مدني ومن وين ومن وين. الجنجويد طبعا على حسب اكلوا لك الطعم. ومشوا الليله من الصباح بدري الليل كله، قال لك اتجمعوا الليل كله رح عشان نعمل كمين رح نعمل كمين رح مشوا اتجمعوا ليه؟ في محور الشرق ومحور الغرب ومحور الجنوب بتاع الجزيره. بجد يعني الكلام ده بقوله لك كميه كبيره جدا جدا جدا، احتمال لقطوا ملاقطهم كله وانسحبون على الحدود. ليه؟ عشان يعملوا الكماين. الكماين يا هل بتفشل الانتشار بتاع الجيش. الكماين بتفشل، وعشان كده هون قافلين على، لو انتظروا الجيش هناك الجيش بياكلهم بينتهي منهم. هون حسب الحاجه السنارة غمزت، أكلوا المقلب وطلعوا هناك، وناس الفاشل والفيديوهات اتنشرت، وذي ناس الفاو والفيديوهات، وهنا أكلوا المقلب أنه ذي المتقدمين الليلة. لا تقدم ولا في جيش يتقدم ولا في جيش ما تقدم. جاون طيران في الثلاثة محاور، جغم رصع موت موت بالجملة، جملة موت، مستنفرين على رزيقات، على أجانب، على كله موت جد. فجخوهم فجخ 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 ما طبيعي، لأنه التقدم دائما الطيران ما بيتقدم، ما بيجي مع التقدم. هون افتكروا أنه خلاص الحاجات العملية دي مشوا قدام وانتظروا، عاملين كمان الليلة موت بالجملة. قول 500 600 700، قول العربات كلها اتدمرت، قول اي حاجه، ودي الحقيقه، دي الحقيقه. كميه من العربات مهوله، شفت في الجزيره كله اتجمع هناك على النقاط تحت المحاور. ليه؟ عشان يعملوا كمان يقولوا في موجودين. الجيش متقدم، الجيش جد عليهم السناره وفيها طعم، خدت لهم فيها صارقيله، وزي السمك اكلها طوال اصطادوا، جلدوهم جلد مبرح. الطيران اشتغل فيهم، ازال الناس شافوا الطيران بهناك، الاتجاهات تحت المناقل زالوا، قولوا لنا الطيران عمل شنو؟ ازال ناس الفاو، قولوا لنا الطيران سوى شنو؟ سمعتوا شنو؟ قولوا لنا، احكوا لنا سمعتوا شنو؟ بيقول لك شعرنا بهزة أرضية، بيقول لك شعرنا بزلزال، بيقول لك شعرنا بيوم القيامة، حاجة كده بشعة. ردم الردم ما طبيعي، مدرسة فيها كمية تاتشرات أمسح، منطقة أشجار أمسح، أي محل فيه تاتشر امسح. دي كانت الليلة ضربة كبيرة جدا جدا من الضربات اللي بتشجع على التقدم. دي خلاص شفت القوة بتاعتهم كلها الليلة اتمسحت. القوة اللي كانوا محافظين عليها جوا وحاطين عليك لما تيجي وهن كلها الليلة اتمسحت. اتمسحت؟ اتمسحت.
مسح جد ده بشنو؟ بس بطعم بسيط، لانه هو ما بيفهم، لانه الجيش لو دار يتقدم ما بزيع ولا بكلم زول ولا بكلمنا نحن. انت ما بتفهم، احنا لما نيجي نتكلم هنا معناتها دارين نوصل لك معلومه يا طيره، دارين نوصل لك معلومه يا طيره يا هبنقه. الدوستا داسوك دوس عجيب، خلاص دوس الجين الليله. الكلام ده انتوا ما سمعتوا، بيشوفوا في الفيديوهات حقتهم هون ذاتهم، وحيقول لكم الكلام ده هون ذاتهم، وحيبكوا هون ذاتهم، ويقول لكم ضربوا وسووا عملوا. ما ضربوا، ضربوا الجنجويد، دقوا الجنجويد دق ما طبيعي. الطيران ده عمل البدح في الجنجويد، يعني خسائر كبيره جدا 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 في المحاور بتاعت مدني. الثلاثة محاور خسائر ثقيلة جدا، وجوا مدني دقاهم. في قوات كانت قاعدة ساي جوا مدني دقاها، وبرا مدني دقاهم، في كل المحاور. تمام ونص خمسة، ما في أي حاجة. وضع ممتاز جدا جدا جدا. وأديك كمان بشارة، الجيوش الشفتة والغيام الرابطة قبل يومين وآلاف، وقسما بالله الليلة في محور جوه عربات، أقول لك 500 600 1000 عربية. أنا كذاب، لو قلت لك أقل من كده أنا كذاب. كامل التسليح والعتاد، ناس عمرهم ما فك ولا طلقة، الحرب دي كلها ما داس ولا طلقة. خلي الجيوش القاعدة مستنية والقاعدة حارسة، دي أنساها. الجيوش القاعدة دي أنسى، قلت لك أنسى. الجيوش القاعدة لا كم يوم، دي أنسى. ديل جو ولا عندهم، ديل مدربين على حرب الشوارع. آلاف مؤلفة مدربة تدريب عالي جدا، كانوا قوات نظامية ودربوهم. ديل الليلة نزلوا استلموا بهناك، خلاص وصلوا، الآن بيكونوا وصلوا، اتحركوا، عربات جاهزة من وإلى، تشوين جاهز، باللي شغل حديث، وصلوا الليلة. أبشرك الفات داك انسى، وليل مستنفرين اليوم داك، والقوات الكده والكده داك انسى كله، شفتوا داك ولا تحزوا. الجو ديل براهن، ديل كفيلين بانه يحرروا الجزيره وسنار والمناطق دي كلها. ديل براهن الليله بعربات جديده، نقر الليله على الزيرو. انا قبل كده قلت لك في 2000 عربيه استلموا منها كده، والان نقرا على النقرة، وفي فيديوهات طالعة على عربات جديدة شوفها بعينك على الزيرو. شفت تعرف الزيرو؟ زيرو جاهزين. دي الناس شنو؟ دي الناس موت بس، جو خلاص رقبوا. والشغل اللي كان مرتب بتاع الانتينوف وبتاع الابابيل كان وين؟ كان اتجاه الدالي بهناك، جلد جلي والله، جلد جلي. شفت بلقط فيهم بالدوشكة من الطيارة، ما قبل يومين نشرنا لك الطيران، ونشرنا لك واقف الضارب بتاع الدوشكة واقف ببرا والهناي، والله شغال فيهم كده الليلة. امشوا بهنا يلقوا الانتينوف، اجوا بهنا يلقوا الطيب، مشغول مشغ شديد جدا. الشغل ده كله انت ما شايفه، انت ما عارفوا الشغل ده، لكن ده حقيقه الليله. المناطق بتاع البوط، بتاع الجريوه، بتاع الدالي، المناطق دي كلها بهناك، كلها كانت في جيش وفي ضربات في الدالي بالذات. الطيران كان في الدالي بالذات مركز عليها، لانه فيها معسكرات وفيها تجنيد ذاتي، عشان كده كان فيها رصع جد، كان فيها ضرب جد. كل العربات اللي جوا مطرف الليله مسحوها، اي معسكر يتمسح بهناك ضرب 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 جد، عشان تعرف الخسائر الليله كانت كيف. الليله كان شغل مختلف بامانه، كان شغل مختلف غير.
ماشي ماشي لي قدام امورنا طيبه، الوضع ممتاز، ماشي لي الخواتيم، الطيران ما شاء الله تبارك الله، الشغل ولا كلمه ولا كلمه ولا ترفع اي حاجه ولا كلمه، شغل والله مقفل، ماشيين ماشيين للانتصار الاخير. باقي شنو؟ والله لسه احنا ما عارفين. احنا لما نجي يقول لك الناس دي خلاص جوا جوا والبره برا، انت وراك بتحس الناس دي يوم قيامتهم قربت، يوم القيامه حقهم قرب، ما زول قيامته بتقوم بتين بعد ما ياخذوا روحه. احنا نقول لهم قيامتكم قربت، ما بعيده، كان رضيته ولا كان بيته، ما بنخليكم ما بنخليكم. وده قرار، ده قرار، قرار الشعب السوداني انكم انتوا لازم دنيا زايده. الوضع الان يا جماعه حكايه، كيك الباقي له 48 ساعه، كيك حسب الزمن المسموح به باقي له 48 ساعه، كيك الباقي له 48 ساعه على كيف. واحنا كلمنا، لكن الوضع عام في المحاور كلها، الجيش متقدم، مسك مناطق جديدة، مشط مناطق جديدة في مناطق كثيرة، زانق زانق، متقدم في كل المناطق، الجيش متقدم يعني ما قاعد، متقدم ماشي في كل المحاور، ال 18 محور، 18 محور الجيش متقدم فيهم، 18 محور الجيش ماشي فيهم. يعني الجنجويد ديل الايام الجايه لو ربنا كتب لنا ودانا العمر حنتمتع، والله العظيم حنتمتع حنتمتع حنتمتع، صدورنا دي حتشفي نهايه ولا شيء لك شكك، القصه انتهت، الموضوع انتهى، الجيم انتهى، وضعنا افضل، وضعنا مختلف، الان احنا اقوى، نحن افضل، نحن عتادنا ما شاء الله، قوتنا ما شاء الله، جيشنا ما شاء الله، الناس دي لا يملكون غير الإشاعة، لا يملكون غير الكذب، لا يملكون غير الطلس، لا يملكون غير الطلس، ما عندهم أي حاجة بس طلس كذب نفاق، طلس كذب نفاق، طلس كذب نفاق. الآن آخر لون طلقة جابوا حريكة، حريكة جا، حريكة جا، حريكة جا. المرة اللي فاتت وديناك اتعالجت في الدويلة، المرة دي بإذن الواحد اللحم دنيا زايل، واحتمال ذاته ما تدفين، احتمال تحرك كده تكمل تتبخر، هو ساي تتبخر، ولا تتعب يا حريك، الدنيا كلها عارفاك، والناس كلهم سجلوك وختموا لك قبل ما يشوفوك وقبل ما تجي، هاي ما في حاجة، الناس تكون مطمئنة جدا 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 جدا، الناس تكون عارفة أنه الانتصار جاي والبلد جاي والوضع ممتاز والعلوم زينة وكل حاجة مرتبة زي ما قال الكتاب، زي ما قال الكتاب. الآن وين سويسرا؟ في واحد بيسمع سويسرا؟ ما في. وين المجلس العام؟ ما في. وين مصر واجتماعاتها؟ ما في. وين أثيوبيا واجتماعاتها؟ ما في. وين القحاطة؟ ما في. وين؟ ما في. وين المبادرات؟ وين؟ ما في. انت في شنو تاني اكتر من كده يجيبوا لك الانتصار كيف؟ انت دار تنتصر كيف اكتر من كده؟ انت ما شايف بعينك قبل ايام وقبل فتره شايف بعينك الناس دي اللي بتعمل في شنو؟ وبتسوي في شنو؟ ومبسوطه كيف؟ الان انت وين؟ الان انت في السماء فوق. الناس دي كلها الان القحاطه كلهم ما عندهم حاجه، الان داك وصل ماشي تركيا احتمال يكون وصل، وقلت لك الكلام ده قبيلي، ماشي لمنو؟ ماشي قابل الاسلاميين، انا عندي قابل الاسلاميين لانه تركيا كلها ياها كده، ليه؟ لانه القحاطه قالوا الحرب دي مقومينها الاسلاميين، عشان كده هو مشى لاهل الجلد والراس، مشي حنسهم، مشى يقول لهم اقبلونا معاكم احنا الامريكان في الفتره الجايه بعد الانتصار، ادونا معاكم ان شاء الله نفتح سفاره وباحترام وبادب ونحترم الدوله وقراراتها، نحن ما عندنا مشكله، البرهان يبقى الرئيس ما عندنا مشكله، بس ادونا معاكم ان شاء الله، تدونا معاكم اي حاجه نحن رضيانين، ادونا فيها النصيب. مشى يشحت، يشحت شنو؟ يشحت علاقات.
والله العظيم ده دي الحقيقة. الآن المبعوث الأمريكي مشى يشحد علاقات، مشى مصر لقى مقفل الشغل شغل ياهو مصر دي 6 مرات ما لقى أي حاجة، لقى ياهو دي ما في حلل، مشى السعودية ما في حلل، مشى أي مكان ما في حلل، مشى وين؟ مشى تركيا. مشى ليه؟ لانه الكيزان القحاطم فهمين انه قال الحرب دي وراها الكيزان والقرار في يدهم. الان هو ما حيشتغل بالقحاطه ولا حيشتغل، حيقعد مع ديلك حيفهم اها وجهات نظركم شنو؟ ديلك طبعا اسكى من القحاطه واحتمال فهموا اعلى من القحاطه، احتمال يسوقوه ويجيبوه ويرجعوه ويطلعوه وما يشيل منه جمله مفيده. خشوا بيه احمد اطلعوا بيه حاج احمد. معنات المبعوث الامريكي ده صيع بلده لانه متهور ولانه ما فاهم ولانه زول ما عنده اي خلفيه عن اي حاجه. زول مفلس لا اخذ الموضوع بجديه ولا عكس الحاجات الصحيحه. شال من جماعه ما عندهم اي فهم ولا عندهم دين ولا عندهم وطنيه وقدم مصالح ناس على مصلحة بلده. احنا ما محتاجين لأمريكا ولا عندنا أمريكا دي ولا أخذت لها حاجة ولأنها عمرها ما سوت لنا حاجة. 30 سنة كانت بعيدة مننا، احنا مشينا لفوق. ثلاثة سنة عمل السفارة دي أمريكا، معناته نحن ذاته ما في حوجة لأمريكا ولا عندنا لحاجة. الآن الأمريكان بيفتشوا ما بعد الحرب. الآن ما تتدحق لده وليه والله ماشيين عشان يعملوا ما ده شغل ما بعد الحرب. الآن الشغل ده ما بعد الحرب، المصالح ما بعد الحرب. الكيكة حتتقسم كيف؟ هل أمريكا حتكون جزء؟ هل أمريكا حتلقى؟ هل أمريكا ده الآن أمريكا ضيعت أي حاجة، عملت سويسرا وعملت وارهبت الناس وتلفونات وتهديد واي حاجه وزله واهانه. لو كانت اتعملت بالذوق والادب ممكن كان الناس تسمعها. فاكره انه الحكومه السودانيه خلاص مقفوله، ما عارفه انه الحكومه السودانيه فتحت لها طرق جديده. الان المعادله اختلفت، المعادله تغيرت. الان انت مفروض تكون عارف نفسك انك انت انتصرت عسكريا، انتصرت علاقات دولية، انتصرت سياسيا، انتصرت اي حاجة، انت حتى اجتماعيا انتصرت. اجتماعيا الان انت طالع اقوى وطلعت الشوائب الوسخ اللي بيناتنا كله طلع، اللي كان ممسخ علينا حياتنا، اللي كان مدمرها، اللي كان منكد علينا حياتنا، اللي كان بيعمل الفتن بين القبائل، اللي كان بيزرع المشاكل، اللي كان بيعمل اي حاجه انتهينا منه. الان احنا كلنا الان مشغولين من الصباح، الناس كلهم والله مشغولين بالفاشر. الفاشر حصل، يا الله الفاشر. ليه؟ لانه الناس كلها خلاص جاتها كده، خلاص وصلت درجه بتاعت محبه بدون اي مقابل غير المحبه والسلام. اجتماعيا نجحنا، سياسيا نجحنا، خارجيا نجحنا، عسكريا انتصرنا. كل القحاطي شوف لك شغل اقطع، خلاص الامور كلها مرتبه، الامور كلها ماشيه. رسالتنا للناس اللي لسه شغالين الان، احنا ماشيين وماشيين ماشيين برا الامان. واحنا رسالتنا دي بنرسلها لمنو؟ لتجار الازمات، للناس اللي بتشتغل في الحرب دي وبتكسب. احنا بنقول لك اشتغل واكسب، اعمل الحاجة الدائره، لكن يوم من الايام ما تزعل، لانه عندنا ناس كثيرة في كل مدينة، من حلفة الجديدة عبر كل المدن، ابو حمد، كل الناس اللي اشتغلت وكذبت، وكل الناس اللي هربت، وكل الناس اللي ودت، وكل الناس اللي تعاونت، وكل الناس اللي كانت دليل للجنجويد، وكل الناس اللي بيبيعوا في الوطن، يوم من الايام حتتحاسب وحتتحاسب. خاصه الناس اللي فكوا الجنجويد طلعوه من السجون،
خاصة الناس اللي بيهربوا الحاجات اللي برا، خاصة الناس اللي بيشيلوا المصل بودوا الأمارات، اللي بيشيلوا الذهب بودوا الأمارات، كلكم معروفين. وبالأرقام حقت اللوحات حقتكم، التلاجات اللي بتجوا بها بأرقامها، الكلام ده منتهي. يعني يوم من الأيام حتدفعوا الثمن، حتدفعوا الثمن. إحنا ما قحاطة عشان نجي نقول لك سوف تصرخ وسوف ما تصرخ، إحنا حنقول لك حنبين لك وصادقين. هذيل الجنجويد ما قلنا لهم حنبين لكم، بليناهم ولا ما بليناهم؟ بليناهم. بليناهم ولا ما بليناهم؟ معناته انت تفهم ان حنبين لك، حنبين لك، حنبين لك، حنبين لك، حنبين لك، حنبين لك. اصله ما عندنا لك حاجه. فاسد حنبين لك، رجل بتاع النزاع بتاع قانون وطلعت حنبين لك دبل، رجل قانون ضابط هناي بتعلف حنبين لك دبل، دار تعمل نفسك ارجل مننا وبطاء والله حنبين لك ثلاثة مرات. الكلام ده واضح والرسالة واضحة. في ناس بيدفع في ثمن وضباط بيدفع في ثمن وجنود لهم كل الاحترام والتقدير. انت مفروض تكون زيه واحد اخلاق نزاهة، تحافظ على البلد دي، تحافظ على مداخلها، تحافظ على ثرواتها، تقبض الحرامي، تعمل الامن والامان، تخليك غدوة، قدوة، مش تخليك حرامي. لما الرجل القانون يبقى حرامي يبقى على الدنيا السلام. إذا كان رب البيت للدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم حرامية. أنت إذا كنت حرامي المواطن ما يكون عميل ليه؟ أنت وقت بتطلع العملاء من السجون المواطن ما يبقى جنجويدي ليه؟ كده أنت تتحاسب ثلاثة مرات أربعة مرات. لأنك كنت قدوة سيئة. لأنك كنت قدوة سيئة، لأنك استغليت القانون، لأنك سرقت بالقانون، لأنك استخدمت شرف الدولة، لأنك استخدمت شرف الدولة. عشان كده بنقول لكم قربت وهانت. مهما بقيت منو، مهما كنت منو، ثبتت عليك يوم ما حنبين لك، والله العظيم حنبين لك. وإحنا ما واثقين الكلام ده بتاع زول واثق، والله واثقين، والله حنبين لك وجوع عينك، والله كنت منو، خدت اي اسم، خدت اي رتبه، كنت فاسد، والله حنبين لك. الدوله السودانيه دي ما دارين فيها فساد تاني، لا دارين فيها محسوبيه، لا دارين فيها لف ودوران، لا دارين، دارينها دوله دغريه، دغريه دفعنا ثمنها. ما في زول بيجي حاسبنا تاني كلام فاضي، ما في زول بيجي يستغل القانون يعمل بيه غنى بيه يربي بيه كرش، ما في زول بيجي يعمل بالقانون يعمل بهيبة. هيبتك بتعملها باحترامك، هيبتك بتعملها بأخلاقك، بتادية وظيفتك على أكمل وجه، باحترامك لمواطنك. لكن انت حرامي بتسرق، بتطلع الجنجويد، بتقبض مقابل كله راس، فاتحتك هي عامل ليك اشترت ليك ركشات، والآن بتجي تقول الركشات دي ما حقاتي، واشتريت دكاكين وشايل وتعمل أي حاجة، وتجي يوم من الأيام تقول الله داني، والله كذاب. أي زول بتاع رجل نظامي عنده بتاع ذهب عنده بنزالك، والله حنزالك، والله العظيم حنزالك. والذهب ده حقنا كلنا. عشان كده نحن بنقول الدولة السودانية تأميم شركات الذهب، ما في ذهب لأي مربع لأي زول، الذهب ده حق الدولة، اللي بتطلع الدولة وتقسم على المواطنين بالتساوي، انزل لهم خدمات اجتماعية، انزل لهم ضمان اجتماعي، انزل لهم رواتب للناس اللي هناي، انزل لهم معاشات للمواطن. دخل كم؟ كده، دخل كده، دخل كده، نشوفوا تنمية. لكن ناس استفيدوا منه فلان وفلان وفلان وابن فلان وناس اللي هناي وناس ذيل، والله على جسسنا. لا في تصديق تاني بتاع ذهب، الذهب ده خط احمر، ده حق السودان. ده من السلع الاستراتيجيه المفروض نهائي ما يخش فيها استثمار، ده يكون ده بس للدوله السودانيه. دارين تعملوها شركه بتاع من برا، اعملوا من برا والفائده للشعب السوداني. لانه انا ما عندي فائده حزب يكون عنده مربع بتاع ذهب. ليه ود فلان يكون عنده مربع؟ ليه السياسي اللي هنا يكون عنده مربع؟ ليه الضابط الفلان يكون عنده مربع؟ ليه؟ أرجل مننا، البلد دي عنده فيها جنسيتين، عنده فيها جوازين، كلنا الذهب ده حقنا كلنا. يطلع لكل السودان.
يدخل بالخزينة تحت الدولة، نشوفها مدارس، نشوفها بنية تحتية، نشوفها دولة محترمة. لكن من الآن ما في ما في ما احنا دفعنا ثمن، الثمن اللي دفعناه ده ما عشان نتفرج ولا عشان نقعد نعاين فيكم ولا عشان نربع يدينا، دفعنا عشان نحرز بلدنا، عشان بلدنا تقيف وتمشي لقدام وتبقى دولة محترمة. احنا ما دولة تلقى حاطة تحت الكذب وحنعمل لكم ونقول لكم حنسوي والبلد حتمشي وده مجان. المجان بتعمله انت، والتنمية بتعمله انت، واي حاجة انت داير بتعمله طالما انت داير. لو انت داير ترجع للحياة بتاعت الربتة اللي بترجع، ولو داير تمشي لقدام بتمشي بيك انت. عشان كده الدولة وسياسات الدولة شعب السوداني مذهول منها. الحاجات الدائرة في حاجات ما دائرة لف ودوران ولا دائرة السكات. يعني الذهب ده طوالي شركة غابضة، طوالي الذهب ده يتأمم ويمشي الشركة، يمشي بنك السودان، يمشي بنك السودان ينزل لنا موارد طبيعية. الموضوع انتهى والقصة انتهت. الناس اللي يا مادي اللي شاعات وكلمناكم، اي اشاعة ولا تشتغل بيها ولا 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 تنشرها ولا تتعب نفسك. ما عنده الحاجة الانتصار في الارض، ولا عندهم مدينه دخل، ولا عندهم حاجه. يعملوا شنو غير الاشاعه والكذب والطلط؟ ارفعوا روح معنويات ناسنا المنهاره بشنو؟ الناس بتعنون في سنال، في جبل مويل، في سنجل، وين الوين، كل ما يسمعوا دقهم في الفاشر وقتلوا فلان وما بينهاروا. الان بيعملوا لهم في رفع معنويات. لا عندهم زول في الفاشر، ولا عندهم متمرد جوا الفاشر، ولا قاعدين في الفاشر. المناطق اللي كانوا قاعدين فيها قبل 3 يوم الليلة ما قاعدين فيها. حتى المسجد اللي كانوا قاعدين فيه الآن تابع لجيشنا وماسكين ناسنا. الناس تقيف مع جيشها، ودي الأمتار الأخيرة، وبإذن الله تعالى منتصرين. شاء من شاء وأبى من أبى، نحن منتصرين. الباقي أمتار بسيطة 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 بسيطة، وبإذن الله تعالى البشريات جاية والفرح جاية والختام جاي، والناس جهزت الأعلام وجه التياب. أهم حاجة التياب، التياب لما تكون علم السودان، والأعلام علم السودان، والجلاليب علم السودان، حتى القمصان ممكن تعمل علم السودان. احنا دايرين على السودان ده يكون في كل بيت، يعني ما ينزل منه ليوم الله. اي بيت سوداني تلقى على السودان ده قاعد. ما ده وطنك اللي انت هسه بتقول بيتين نرجع بيتين، لازم يكون في علم السودان. دايرين على السودان ده عندي في كل بيت فيه علم سودان. دايرين نشوف فرحة عامة، وفرحة ما تنتهي الليلة، كل يوم فرح، وكل يوم علم سودانك ده قاعد. اي بيت علم سودانك قاعد. الان جهز علمك، جهز جلابيتك، جهز حاجاتك، جهز علومك، جهز ايام بالعدد، وباذن الله الناس ترجع. الله يديكم الصحة ويديكم العافية، وباذن الله تعالى هانت الناس تطمئن، تبعد من الاشاعات، تبعد من الكذب، تبعد من الطلس. الفاشر بألف خير، وبعدين في التيك توك باذن الله تعالى تدخل اخوتنا من هناك، الناطق الرسمي باسم الفرقة السادسة آسيا، حتتكلم وحتوريكم الحاصل بالتفصيل، عشان ما في سواقة تاني. بيان بالعمل. الله يديكم العافية ويدي الوطن العافية. في أمان الله.